يعطيك العافية. علينا علي حسن. شلونك أخي نادي؟ نين الحمد لله. شو أخبارك؟ ماشي الحال. شو عم تساوي؟ مثل ما لك شايف غرقان بالشغل. الله يعطيك العافية. بتعرف وين كنت امبارح أنا؟ لا والله. كنت مكفر البطيخ. شو هالحكي؟ الله يهنيك يا عمي. ومن أيمتى كنت تطلع سيارين أنت؟ لا سيران ولا بطيخ مبسمير. رحت زيارة لجماعة مع ابن خالتي. منيح سيدي. المهم اسمه شميت هوا. صدقني انا صار لي سنتين ما طلعت لابعد من جوبر. المهم سيدي هلا اترك لي هالشغل من ايدك لاحكي معك كلمتين نضاف. وهي تركت. تفضل. بتعرف قديش حق كيلو البطيخ هنيك؟ بليرة سوري. هلا خليتني اترك شغلي مشان تقول لي حق كيلو البطيخ بكفر البطيخ بليرة. هلا لا طول جايك بالحكي. وبتعرف قديش حق كيلو البطيخ هون؟ لا والله ما بعرف. بخمس ليرات. ولك يا حبيبي انا شو دخلي بهالشغله؟ يعني اذا كان حق كيلو البطيخ ليره ولا بعشر ليرات، انا شو راح يجيني؟ شو قالوا لك عني تاجر بطيخ انا؟ لك اخي هلا ليش هيك بصرتك محروقه انت؟ صبرك علي شوي. بحسبه بسيطه ابي يطلع معنا انه كيلو البطيخ بيربح من كفر البطيخ لهون اربع ليرات، يعني خمس اضعاف. المعنى إذا الواحد نط على الكفر وجاب ألف كيلو بطيخ ما راح نقول أكتر وباعهن هون بتعرف قديش بيرباح؟ لا والله ما بعرف. طبعا ما راح تعرف. قاعد لي مثل الحجي غشيم ورا هالطاولة. ها هاي الآلة الحاسبة. إذا قلنا انباع الكيلو بأربعة ونص مشان المضاربة، أربعة ونص ضرب ألف بيطلع معنا 4500. قيم منهم 1000 ليرة أجرة سيارة ومصاريف بيبقى 3500 ليرة، بقى قلال هدول، إيه هدول قد معاشك كل شهر. شو قصدك؟ قصدي أنا بكرة طالع على الكفر مشان جيب سيارة بطيخ وحاسب حسابك حتى تشاركني فيها. ها أنا شاركك؟ إيه أنت شو ناقصك يعني؟ يعني معقول نترك الوظيفة مشان نروح نبيع بطيخ؟ لعب على السمعة؟ أول شيء اطمن، ما رح نترك الوظيفة، رح ناخذ إجازة كم يوم. تاني شي ليش كل هالاستغراب؟ عادي كتير، شبههم بياعين البطيخ، مو عرب وناس مثلنا؟ اختلفنا، بس قصدي بيطلع بإيدنا هيك شغلة يا ترى. اي شو شغلة كيمياء؟ هلا أنت شهادتك متر بمتر، مو ليسانس تجارة شهادتك أنت؟ صحيح تجارة، بس مو تجارة البطيخ. يا سيدي كله بينفذ على بعضه. طيب وين بدنا نبيعه؟ ما عندنا دكان. لك هلا البطيخ بده دكان انت الثاني، مالك شايفهم كيف مبسطين على الارصفه والشوارع؟ بعدين ولا يهمك، عملت حسابي لهيك شغله واستاجرت خيمه ونصبت على الرصيف. طيب مين بده يبيعه؟ مين بده يبيع يعني؟ انا وياك. انا بقعد ورديه وانت بتقعد ورديه، واذا صار عجق بنقعد نحن اثنين سوا. بس انا اجازاتي خالصه. ولك يا حبيبي قلت لك عامل حساب كل شيء انا. شلون يعني؟ يا سيدي قدمت لك إجازة أربعة أيام ووقعت لك إياها من المدير العام. شو؟ ومشي الحال، أنت ولا على بالك، كل شيء مدروس، أنت بس قول إيه. ها؟ وهي إجازة تانية بلا راتب، مدتها شهرين، مو ناقصة إلا توقيع، بقى إذا الله فتح بوشنا ومشي سوقنا منقدمها. شو قلت؟ ما بعرف، متردد شوي. ما بدك تردد يا حبيبي، جهز حالك بكره الصبح لامرق عليك. بكره اجلها شي يومين لشاور مرتي. لك حبيبي مرتك ما راح تقول لا، وطالما راح تجيب لها مصاري فما راح تحكي شي. بتاجر بالكفان، بتاجر بالعفاريت، بتاجر بالبطيخ، المهم هات مصاري. بكره الساعه 6 بزمر لك بسياره. انو سياره؟ استاجرت هونداي ب 500 ليره، ما قلت لك حاسب حساب لكل شي؟ عن إذنك هلا. ليشك عامل بحالها؟ شو عامل؟ ليشك لابس؟ شو بلبسي؟ هلا بزمتك هذا شكل شغل بياع بطيخ؟
نسيانة وين رايح انت؟ شو رايح على سهرة يعني؟ يعني ما بيصير يكون بياع البطيخ أنيق ومقدار؟ ولك يا حبيبي فهم علي، أول شيء الشغلة فيها تحميل، فالمفروض إنك تلبس أواعي خرج التحميل والدعك والتنزيل. تاني شيء مين ما شافك بهاللبس ما راح يصدق إنك بياع بطيخ. تعرف شو راح يفتكرك؟ شو بيفتكرني؟ راح يفتكرك شي واحد من وعامل حالك بياع بطيخ. بقى مين راح يتجرأ ويسألك قديش كيلو البطيخ؟ هيك قلتك؟ يعني روح غير أواعي؟ طبعاً روح غير أواعيك بسرعة، نط بسرعة وان خلصني لساتك هون. يا حبيبي العمل شو فلوي. ايه سيدي، شو ناوي تعمل بالمصاري يلي رح نربحها بعد اول نقله؟ ايه مو لنربح بالاول؟ لك حبيبي انا اذا ما شفت المصاري بعيني وشميت ريحتها بانفي ولمستها بايدي لا بيطمن قلبي ولا بيرتاح ضميري. لك فصاعه شو متشائم، وليش لحتى ما نربح طالما كل شيء مخطط ومدروس؟ على كل حال لا انزل اطمن على البطيخات لحظه شوي. كله تمام. لك يا نادر، التجارة عبارة عن عملية حسابية بسيطة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. المهم الواحد يشغل عقله ويحسب حسابه كل شيء. طيب انت شو ناوي تعمل بالمصاري اذا الله فتحها بوشنا وربحنا؟ والله ناوي اشتري فستان جديد لمرتي وقدم لها اياه بيوم زواجنا. معلومك يوم زواجنا بعد اسبوع، يعني منكون بعنا هالبطيخات وحطينا المصاري بعبنا. بقى شو رأيك؟ شو رأيك انت التاني تشتري فستان جديد لمرتك؟ بركي بترضوا عنك شوي. لك اشتريت لها فستان من سنتين ما حلو ينهرى. انا فكري عبي مازوت للشتوية. حلو كتير، كمان منيح. يا سيدي اذا مشيت الامور مثل مالي مخطط لها منكون امننا المازوطات وكسوة الاولاد ومونة البيت بدون ما نمد ايدنا لحدا وبدون ما نرتشي. لانه نادر بصراحة صرت فكر ارتشي مثل غيري، بس ما بعملها وحياتك ما بعملها، ضميري ما بيطاوعني. لا اوعك اوعك، ما بدك الشغلة؟ عندك اولاد؟ اي والله ما بطعميهم حرام ولو على قطع راسي. او في عنا شادر بطيخ ما في مثله بالتاريخ، وفي عنا كل بطيخة اكبر من نجم المريخ، في عنا كل بطيخة اكبر من نجم المريخ، ليش وقفت؟ صحيح، تذكرت شغلة. طالع لي دفتر وسجل لي الأربع بطيخات يلي انكسروا معنا ونحن عم نحمل. لك الله يصلحك يا نادر، يعني لو منتبه شوي ما كانوا انكسروا البطيخات. إيه شو قالوا لك عني؟ طول عمري بحمل بطيخ وبنزل بطيخ أنا. ماشي. أمشي. مرحبا شباب. اهلين وسهلا. اهلا وسهلا، ميت مرحبا. نحن من إدارة حماية إنتاج الوطني. كمان اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تشرفنا. هالبطيخ وطني ولا تهريب؟ لك يا عمي شو عم تحكي انت؟ وطني عمي، وطني. يعني معقول نهرب بطيخ انت تاني؟ طيب شو في تحت البطيخات؟ شو بدك هون في يعني؟ كمان بطيخ. بطيخ؟ نعم. ايه ما بصدق. شي وشو لازم نعمل حتى تصدق جنابك؟ بسيطة، نزلوا لي البطيخ على الأرض لشوف.
شو نزل البطيخ يا حبيبي؟ شو نزل البطيخ؟ الله وكيلك اهلكنا هلكان لحتى حملناهم بسيارة، يعني انكسر ظهرنا وتيبست عضلاتنا. ايه بسيطة، معليش ارتاحوا انتو، الشباب بينزلون. وينك يا ابني انت وياه؟ نزلوا لي البطيخ على الارض اشوف، يلا بسرعة. سجل 6 بطيخات تكسروا معنا بالتنزيل، وستة أخذوهن الشباب، يعني 12 بطيخة، وهنيك 4 صاروا 16، وهذا لسه ما بدينا كمان. وبتلي حاسب حساب كل شيء، كل شيء مدروس ومبرمج، دخيلك أنت وهالدراسة. لك شو بضرب بالرمل أنا؟ شو بيعرفني إنه هيك رح يصير معنا؟ نادر تاجر ومنجم حبيبي، ما بيصير، ما بيصير منوب. العمى لك منو هدول كمان؟ والله ما بعرف، امشي لنشوف. العافية شباب. أهلين أخي، الله يعافيك. وين كنتوا؟ بكفر البطيخ. وهالبطيخ من كفر البطيخ؟ اي نعم. يا سلام على كفر البطيخ وعلى بطيخ كفر البطيخ، شغلي وحلو مثل قطر واحمر مثل الدم. هذا كله بعل؟ اي نعم بعل. لسه ما تعرفنا بالشباب، يعني نحن من إدارة حماية البيئة والغابات. اهلا وسهلا، تشرفنا. طيب تريدوا شيء ثاني قبل ما نمشي؟ لا سلامتكم. يلا خاطركم اخي، تيسروا. الله معكم، مع السلامة يا اخي. اعطونا الهويات لو سمحتوا. تفضل اخي. منين جايين الشباب؟ من كفر البطيخ. معكم بطيخ مشبوه؟ عفوا لسه ما تعرفنا على الشباب. اي معك حق، احنا دورية من الفرع 999. 999؟ يا اهلا وسهلا بالشباب، يا ميت مرحبا، نوريت. اهلين، بعد اذنكم بدنا نفتش البطيخات. اي بس هلا فتشونا قبل شوي وما لقوا معنا شيء سيدي. ومين فتشكم؟ هيك دورية مثل حكايتكم. ما اختلفنا دورية، بس تابع لمين؟ تابع لمين؟ قالوا المستهلك. تابع لإدارة حماية المستهلك سيدي. هيك قالوا. اسمعوا شباب، قال إدارة حماية المستهلك، قال جماعة أبو شفيق صار يفتشوا السيارات. وإن شاء الله صدقتوهم ونزلتوا الحمولة كلها على الأرض. شو بدنا نساوي يا سيدي؟ يعني هذا اللي صار هيك، يعني شو يعني؟ الله يصلحكم، لو ما رديتوا عليهم ما بيطلع بيدهم شيء، هدول إيديهم ما بتوصل لشيء، بدهم سلتهم بلا عنب. على كل حال أنا ما رح نزل حمولي على الأرض، أنا رح فتش البطيخات من جوا وبس. شلون يعني من جوا؟
هلا بتشوف. ناولني البطيخة يا ابني. هذا ديك هذيك اللي بالزاوية. ايه اعطيني هديك اللي قدامك. هذا شو لك؟ طول بالك شوي شوي. على مهلك يا اخي، على مهلك يا حبيبي. هات هيدا شوف. ايه ماشي، يعطيكم العافية. الله يعافيك. تفضلوا. يا اهلا وسهلا. شكرا سيدنا. تفضلتوا على راسنا اخي. يخلي لنا اياكم. اهلين. الله لا يحرمنا منكم الهي. خذ يا ابني. زين شوف، روح خذوه على المحرس. يلا الله معكم. لك شبك فهمني. لك اخي ليش حاطط الحزن بالجرن وقاعد؟ ليش مهموم؟ شو صار يعني؟ كل هالخساره وما صار شيء. شو صار؟ لك شو كان بدي بتجاره البطيخ انا؟ شو بدي بهالتجاره؟ قال شو؟ حاسب حسابه لكل شيء. دخيلك انت وحساباتك. يا شباتة مرتي فيي. ولك اخي صحتك بالدنيا، تعيش وتاكل غيرها، المهم الصحه. وحميد ربك يلي ما صرفنا هالمصاري على الحكمه. على القليل تصير لنا وشمينا هوا. قول اكلنا هوا مو شمينا الهوا. هلا ما نشف ريقك من هالقصه. بس نشف ريقي؟ نشف دمي. لكان تعال ناكل هالبطيخه البقيانه قبل ما تطير، نحن اولى فيها. هيك قلتك؟ إيه. لكان يعني معقول ما ناكل من طن بطيخ بطيخه واحده؟ زين زين بالريق لنا زين. قولي على حظي. لك قولي على حظي شو مسخم؟ بكل شيء اسود الا بالبطيخ ابيض. ها؟ مرحبا الدورة. اهلين. شو يا؟ لساتك زعلان؟ ليش لحتى ازعل؟ شو صار يعني؟ ولا يهمك، انا رح اعوض لك كل خسارتك. شلون رح تعوضني؟ رح تتحمل خساره لوحدك؟ لا، بس في شغله مضمونه 100% ومربحه 100% كمان. شو هي؟ عم يقولوا انه كيلو البصل بسلمية